لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور. والتضخم السنوي في يونيو ما زال خارج مستهدفات البنك المركزي، لكن هناك تباطؤ في وتيرة الزيادة، كيف تحلل هذا التحرك؟ خلينا نقول انه يعني التحرك او وتيره التغير في معدلات التضخم هي وتيره يعني متزايد بمعدل متلاقى، يعني هناك تضخم يعني مشعور به من قبل المواطنين، ولكن وتيرته بتاخد في التراجع، وده يدينا مؤشر انه من الامكان ان احنا نقول انه النصف الاول او الربع الاول من العام المالي اللي بدأ من 1/7 قد يشهد تراجع لمعدلات التضخم، ممكن تدخل في نطاق المستهدف للموازنة العامة للدولة والبنك المركزي المصري. يمكن ساهم في كده خلال الفترة اللي فاتت شهدنا عدد كبير من المنافذ، وشهدنا تغير في نمط الاستهلاك لقطاع كبير من المستهلكين نحو الاستعاضة من المنتجات اللي هي موجودة في السوق الحر للمنافذ اللي موجودة واللي بتوفرها الدولة المصرية في عدد كبير جدا من الأماكن المزدحمة والأماكن اللي فيها طلب كبير، وبالتالي دفع بشكل كبير إلى تحسن في المستوى العام للأسعار، ما بدأتش نزيد بمعدل متزايد كما هو كان متوقع. يعني استقرار أسعار السلع الغذائية برأيك وربما انخفاضها بعض الشيء على المستوى العالمي ربما كان له دور في تراجع التضخم في مصر، خاصة وأنه وفقا لكثير طبعا من الخبراء التضخم هنا مستورد. نعم، وكمان ممكن يعني يكون في وجهة نظر أخرى إن إحنا عندنا لو قارنا ما بين معدلين التضخم وما بين معدلات الزيادة في التضخم ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، هنكتشف فعلا إنه خلال الشهرين اللي فاتوا دول في تراجع نسبي في التضخم في أوروبا، على الرغم من إنه في وتيرة متصاعدة أو متزايدة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بيدينا يعني مؤشر لنمطية الاستهلاك ونمط المستهلك وتعامله في السوق خلال الموجات التضخمية. وعشان كده بيكون في عندنا التضخم لما بيحصل يعني في العادة وفي المعتاد بيشهد معدلات النمو نوعا ما من الرواج، ولكن المخاوف في الموجات التضخمية الحالية اللي بتضرب العالم وبتضرب اقتصادات كبيرة جدا في العالم هو تزامن تراجع معدل النمو مع زيادة معدلات التضخم، هو ده المقلق والمقلق في هذا الأمر. وخلال الفترة اللي جاية أعتقد أنه من الممكن احتواء الأزمة التضخمية من خلال أنه شركات كبيرة من الشركات هتبدأ أن هي تقلل من الربحية بتاعتها، تستوعب جزء من الموجة التضخمية بهدف ان هي ما تخشش في الركود التضخمي او ان يكون في موجة من الركود التضخمي اللي طبعا هيكون اثرها كبيرة على القطاعات الخاصة كمان والقطاع عموما. نعم، طيب برأيك دكتور فرج هل سيشهد النصف الثاني من العام الجاري تراجعا عن مستويات النصف الأول؟ طبعا نحن بدأنا بالفعل النصف الثاني. نعم، من المتوقع أن يكون في تباطؤ لمعدلات التضخم، خصوصا أنه يعني معدلات التضخم ما بتاخدش ارتفاع مستمر لأجل غير مسمى، يعني بيصل لمرحلة معينة وبيبدأ يستقر أو المستوى العام للأسعار بيستقر عند مستوى أعلى مما كانت عليه لفترة، ثم يعاود إما الارتفاع مرة تانية أو الهبوط مرة تانية. وعشان كده في فرصة قدام القطاع الخاص وخصوصا الشركات المالتي ناشونال والشركات الكبيرة خصوصا اللي بتعمل في قطاع الأغذية إن هي تحاول إن هي تشوف حلول لمصادر وسلاسل الإمداد في الحبوب إلى آخره من خلال سياسة عامة أو سياسة للمجتمع الدولي إنها تصل لحلول لأزمة الطاقة والغذاء على حد سواء، بحيث إنه
الموجة التضخمية ما تطولش أكتر من كده وندخل في عملية ركود تضخمي. نعم. يعني هيكون في تراجع لمعدلات النمو. نعم. بالتزامن مع ارتفاع لمستوى العمل الأسعار. دكتور فرج عبد الله أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.